بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة منا في حفل تكريم شيخ القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إليكم هذه التلاوة المجودة على روح الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ونسأل الله ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين متقين غير بعيد، هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.